كأني رايحة على سوبر ماركت وبدي اشتري خضرة، فبروح على البرية بجيب الطبق اليوم اللي أنا مقررة أعمله، تبولة قرة، عجة، دويك الجبل، أي شيء. هاي الدسومة بيقولوا لها أطيب شيء. أنا لاميا عندي جيست هاوس وأكيد بقدم أكل، عندي مطبخ مرادف للجيست هاوس، هيدا شغلي. عاملين كبة لقطين بلبنة معزي وجوز وهندبي وكشك. بعدهم عم يضحكوا علي ولادي، قالوا شوفوا ملا لبن، شوفوا ملا صوص، قال كأنه ما حدا عمل شيء غير. فكتير بكون مبسوطة اللي بيطلع من تحت ايدي لدرجة اني بتغزل فيه. بقدونس بري، نحن بنقول لها هون بقدونس بري. هيدي قرص العني المشهورة كلها فوايد. هاي الرشاد، هيدا النعناع البري خصيصي وبتنعمل طيبة كتير مع لبن وتوم كرات. هيدا الورق الأخضر طعمته فيه طعمة كتير طيبة، لا هو توم ولا هو بصل. هلأ بنعملهم مع بيض بلدي نحن اليوم. نحن عايشين بنعمة كتير كبيرة، أكيد ضمن كل هالظروف الصعبة، بس بعدها أرضنا غنية، بعده أرضنا معطاءة. تعطينا ولازم نعطيها، نهتم فيها، نهتم فيها، نحافظ عليها، نكون أصدقاء لإلها، لأنه نحن أولادها بحال خربناها رح نخربها، يعني تخرب لنا حياتنا. بس تلغي نبتة من هون عم تلغي بارت من حياتك، لأنه هيدي النبتة هون انوجدت ببيئتك لتحافظ عليك، فحافظ عليها لتحافظ عليك. هيدا دويك الجبل، مننقي الأوراق الكبار والصغار فينا نطبخهم مع بصل. رح نعمل دويك الجبل محشي، رح نعمل دويك الجبل ببصل وثوم وسمك. بلشت بالطبخ أول شيء بتشجيع من أصحابي اللي عم شوفوا عندك، يعني الأشياء الموجودة عندك مش موجودة لا بالباتسيري ولا بالسوبر ماركت، فعملي بزنس وصار عندي مدخول شهري جيد. شكراً أنت لاميا، صحتين وألف عافية. ما بدك تدوكي الطبول؟ هودي الزعترات اللي جبناهن اليوم الصبح حطيتهم بزيت الزيتون، لاني اوريدي بدي استعمل زيت زيتون للمشطه، فبفضل نكهه الزيت تكون حد زياده مع الزعتر. ومن 5 سنين في يقول بلشت بالطبخ، الاولاد بس شافوا تغيير بشخصيه الام المنتجه اللي عندها شيء خاص لإلها، تغيرت نفسيتي هيك، رتم حياتي تغير، انتعبى وقتي اكثر. احيانا كثير بقول بدي روح امشي وطلع بالسماء وما بدي، ما فيني، بدي ضل طلع يمين شمال، يي هيدا ما شفته انا رايح، يي هون طلعت لقيت هون كذا، هيك بضل. فعشان هيك حفظتها شبر وشبر هيدي الارض. هيدا عمق القره هون، نقي الدم، فيها حديد كثير، من اطيب ما يكون تبوله، تبوله القره وفطاير. كل الستات فيهم يشتغلوا، كل الستات فيهم يشتغلوا، كل الستات فيها تكون لها هامش حياتها خاص. بدنا وقت الست تغير تفكيرها، بس تغير تفكيرها الست القروية انه هي الاساس، بيمشي الحال، بتلاقي حالها، بتلاقي حالها وين ما كان بابسط الاماكن. اني روح على البرية جيب شوية خضرة اعمل منهم صحن اكل وضيفه وبيعه وطلع منتوج، أنا لقيت حالي بأبسط الأشياء. غير تفكيرك بيتغير العالم حولك.